محمد جبالي صوت متمكن، يعرف اش قاعد يقول ويعرف اش قاعد يغني. حاجه بركه جي با ايمي اي سورتو سي با لو كادر سي با المومو تاع ايه مع الببليك. يعني دون زين معناها كومبيتيسيون هكا، بوتيتر دون نوتر كادر في فيستيفال في امارياج، بوتيتر بور ميت لومبيونس مع الببليك. معنى عندك الحق، مي ايميسيون كيما هذه اكتشاف صوتك، الناس تحب تركز على امكانياتك الصوتيه. واللي عملته صدقني صوتك ما يستحقش باش تعمل ايه معناها يسوفي تغني كيما غنيت تعجب الجمهور. صوتك حلو ربي وفقك. اذا ممكن اول شيء معليش، اذا ممكن بدون ما اقطع، انت تعرف راني جاي تعودوا هذو من الجيل اللي كانوا يغنوها معايا، دونك اغنيه تعودوا الناس كل ما نغنيها تعودوا عليها يعملوا فيها الهول. انت معك حق انه هو ككونديدا ما لازمش يعمل الهول، لكن الاغنيه تتطلب له الببليك عنده حق يتفاعل معاه. انا نحكي عليه هو لانه هو من ضمن الببليك كان يحب هذه الاغنيه حتى طلبها. احنا راهو حبينا هو واش حب فهمت واش حب قال له باللي اليوم جينا نشوفوا امكانياتك فوالا. اكيد ولكن راح نشوف امكانياتك معك شويه معك. لا امكانياته ما شاء الله 100% معك حق. يعني يعني لا عندك الحق. يعني ممكن تاثر العكس، يعني ممكن الجمهور يتصور انه ايه يحب يعمل جو وينساهم في صوتك. صح 100%. خلي الجمهور يركز في صوتك ونرجع ونقول صوتك ما شاء الله عليه. شكرا لك. معك صحة محمد جبالي.